بالعكس، أنا أعتقد هو ليس يعني يحسم الجدل بقدر ما أنه إحنا عودنا عدنا إلى نقطة الصفر منذ البداية. فتح باب الترشيح ثانية بعد قرار المحكمة الاتحادية، وهو سابق لأول مرة تحدث، لم تحصل منذ 2005 وإلى حد الآن بسبب استبعاد زيباري من الترشيح لرئاسة الجمهورية. اليوم جلسة مجلس النواب هي لغرض إعادة فتح الترشيح ثانية لمدة 3 أيام، بعدها سنعود إلى المربع الأول في انتخاب رئاسة الجمهورية. وطالما أن السيناريو المطروح اليوم الآن وصلنا إلى طريق مسدود في العملية السياسية، فأنا أعتقد أنه يجب أن نبدأ بحوارات جديدة وجدية بين الكتل السياسية وصولا إلى سيناريو جديد في تشكيل الحكومة. وليس أفضل من السيناريو المطروح أن يتفقا الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية على تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا لغرض الإسراع في تشكيل الحكومة وتحديد مرشح رئاسة الوزراء من كلا الطرفين ليكون مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا.